تسليم. ابو سلو ابيض. ايه ده، انت مين؟ حسن الوش. سلامتك من الخط يا ابيض. انت عارف يا سليم انا سبتك تخرج من بيتي ليه؟ عشان اثبت لك بس ان اقدر اجيلك في احلامك مش بس السرير. اللي يقرب من الونش يتفرم. اللي لازم تعرفه يا ابيض ان اقدر دلوقتي ارميك في السجن لحد ما يبان لك صاحب، لان كاميرات بيتي مصوراك وتسجيلات الواد معايا. صدق بالله الواد نفسه تحت ايدي، بس انا ابن اصول ومبحبش اضرب في الظهر. قلت اجي انورك انبهك وانت نبيه. ابعد عن طريق، انت مش قد حسن الوينش. انا مش فاهمه انت ايه البلطجه اللي انت فيها دي، ودخلته هنا ازاي اصلا؟ صوتك ما يعلاش وانت في حضره حسن الوينش. دبور، احنا ما بنكلمش الحريم كده، البيت ده ليه راجل، ولا انا غلطان؟ كلام يا حسن، مفيش ما بيننا كلام. لا، في بيننا كلمتين عشان كل واحد ياخد وضعه. لا على فكره، البلد دي فيها قانون، واللي انت بتعمله ده اخرته سودة. والنبي يا غالي، خد الكلمتين دول وارميهم في حضن الغالي، عشان دخل بيتي عمل حركه رخيصه قوي، عشان قلبه مولع بواحده تانية. ولا يا ونش، انت عايز ايه مني دلوقتي؟ لا انا ماليش نفس ارد عليك. رد علي انت يا دبور. اعتراف منك بكل حاجة عملتها، بتسجل صوت وصورة، هيبقى مع الباشا، عشان لو فكرت تلف لا مؤاخذة تاخد اللي فيه الاسم. أنا ما عملتش حاجة عشان أسجل تسجيلات. لا، هتعترف وبمزاجك. يا حسن أنا معلم، ما ينفعش تتكلم معايا بالطريقة دي. هو أنت لو معلم كنت اتصرفت كده؟ يا راجل بتكلم إيه؟ واللي أنت بتعمله ده اسمه إيه؟ اسمه رد اعتبار. سخافة بربي. هتعترف يا ابيض ولا خليك تعترف بطريقتي؟ ها، هتعترف ولا لا؟ ها.